دلوقتي بالتأكيد بعد هذه القرارات وتحديدا في موضوع يعني احنا بدأناها الأول بالخبز ثم بعد ذلك وصلنا إلى الكهرباء، التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، أزمة الكهرباء تحديدا برأيك؟ هو في بعض الناس بيحولوا من أزمة الكهرباء، الحقيقة الكهرباء بتأثر لي على كذا حاجة، بتأثر لي على الناتج المحلي، بتأثر لي على تكاليف الإنتاج، بتأثر لي على الأسعار، بتأثر لي على الاستثمار، بتأثر لي على السياحة، على البطالة، وبتأثر لي حتى على الخدمات اللي بنقدمها للمواطن. كان في دراسة اتعملت، طبعا مش قادر أحكم على دقتها، فكانت بتقول إن الاقتصاد المصري بيتكلف ما يقرب من 100 مليون جنيه لكل ساعة قطع كهرباء. يعني في اليوم اللي أنت بتقطع فيه الكهرباء ساعتين، مصر بتخسر 200 مليون جنيه، يعني حوالي 4.25 مليون دولار. يعني في الشهر أنت بتخسر 126 مليون دولار. طبعا اللي بيفكر تفكير بسيط يقول لك ما كده كسبانه، لما انا بقطع الكهرباء ساعتين بوفر غاز ب 200 مليون دولار وبخسر 126، فكده انا كسبان لي 74 مليون دولار. اقول له لا، ما في خسائر ثانيه، في ارتفاع تكاليف الانتاج. ليه؟ النهارده الشركات بتضطر تعمل ايه؟ بتضطر تشتري مولدات كهرباء، بتضطر تشغل موظفينها اوفر تايم علشان تعوض الوقت دوت. ده بيؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج، في الدوره بتاعت التكاليف هيؤدي في الاخر الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات. ده هيزود لك معدلات الفوضى. ده اثر تاني، اثر تالت مش قليل، تراجع الاستثمارات. النهارده او امبارح بالضبط وزاره الاستثمار السعوديه طلعت تقرير عن حجم التراخيص اللي طلعتها للمستثمرين في الثلاث شهور الاولى من السنه. تخيل حضرتك المصريين كان نصيبهم 30%، 950 تصريح اخذوا مصريين للاستثمار في السعوديه. يعني في السنه كده احنا بنتكلم على حوالي 4000 واحد بيطلعوا بفلوسهم من مصر يودوها السعوديه، ده غير بقى اللي بيروح الامارات واللي بيروح امريكا واللي بيروح البرازيل واللي بيروح واللي بيروح. طب ليه بيحصل عندي تراجع في الاستثمارات المحليه؟ ما انا النهارده لما مش عارف اشتغل، بس هو مش شرط يا دكتور مراد ان هو يكون بيخرج من مصر، هو ممكن يكون بيفتح فرع تاني في بلد تانية. يعني انت مثلا سلاسل المطاعم الاشهر في مصر موجوده في قطر وموجوده في السعوديه وموجوده، يعني هو ما بيخرجش من مصر. لا مش 950 يا استاذ، طبعا نسبه فيهم اكيد هتبقى كده. لا، وحسب معرفتنا بالاسواق، لا احنا في كتير جدا بيصفوا اعمالهم في مصر وبينتقلوا او بيقلص حجم الاعمال. وانا في الاخر بعمل ايه؟ انا عندي 100 مليون دولار في جيبي، بدل ما هستثمرهم في مصر هروح استثمر يا سيدي 80 في السعوديه، على الامارات، على مش عارف ماليزيا، على تركيا، واخلي 20 لمصر. يبقى في الاخر في تراجع في الاستثمار، في تراجع في الاستثمار الخارجي الاجنبي اللي بيجي لي. انا لو عندي مستثمر جاد عايز يعمل مصانع او عايز يقدم خدمات حقيقيه، مش عايز يجرد ان هو يشتري اصول باثمان بخسه، عمره ما هيجي في دوله لا تتمتع ببنيه تحتيه مستقره، والبنيه التحتيه حاجه اساسيه فيها الكهرباء، مش مجرد كباري بتربط بين منتجعات الاثرياء. في اثر ثاني على سمعه البلد، مش بس في الاستثمار، في السياحه. السائح النهارده اللي بيشوف واللي بيسمع عن ناس بتموت في اسانسيرات في المصاعد نتيجه ان الكهرباء بتقطع، الناس اللي بتشتكي ان هو قاعد في مطعم والكهرباء قطعت عليه، ان هو في البنك والكهرباء قطعت عليه. تفتكر مصر كوجهه سياحيه مفضله هتتراجع بلا شك، وده هيؤدي على المدى الطويل الى تراجع عدد السياح. طب كل ده هيؤدي لك لايه؟ هيؤدي لك لبطاله. اللي بيحصل عندي توقف انشطه اقتصاديه، تقلص في الاعمال الاقتصاديه، بسرح عمال، بزود بطاله، بتعمل لي مشكله اجتماعيه. نعم، ده الاثر الاقتصادي. بالاضافه لده، النهارده مثلا معزف الساكسفون محمد نصر الله يرحمه، مات النهارده في اسكندريه في المصعد في الاسانسير. صحيح. طيب النهارده ده له اثر اجتماعي خطير جدا، له اثر اقتصادي على اسرته وعلى الناس اللي كانت موجوده معاه واللي شغاله، له اثر ان الناس بتفقد الولاء للبلد. انا النهارده لما الاقي والدي او خالي او ابن عمي توفى او اصيب بعاهه بسبب انقطاع الكهرباء، النهارده في واحده من اللي بتكتب على السوشيال ميديا مشهوره
كتبت من اسكندريه برضو، كتبت بتعلق ان بنتها رجعت من الامتحان عقبال ما طلعت لها فوق عشان الكهرباء قطعه، كانت خلاص نفسها اتقطع واغمى عليها. تخيل هؤلاء هل هيكون ليهم ولاء للبلد بحيث يستثمروا فيها ويشتغلوا وينتجوا؟ فانت عندك مجموعه من الاثار اللي للاسف الشديد متخذ القرار في مصر مش منتبه ليها، بيبص بنظره ضيقه جدا وبيكتفي ان هو انا بوفر 200 مليون دولار لما اقطع الكهرباء ساعتين. انت بتخسر ولاء ابناء البلد، انت بتخسر سمعه البلد. بس هو بتزود الاسعار. هو دكتور بتبقى حسبته في الحكاية دي مختلفة شوية. هو حسبته انه عنده أولويات اقتصادية تانية، عنده أزمة دولار كانت واضحة جدا، وانه أي تفريط في أي دولار هيأثر في النهاية بشكل رئيسي على أمور أخرى. يعني متفقين بقى، نيجي هنا نرتب أولوياتنا، وهنا ده دور متخذ القرار. هل أنا الأولوية عندي ان أنا أعمل قطار كهربائي؟ هل الأولوية أن أنا أشتري طائرة رئاسية بنص مليار دولار؟ هل الأولوية عندي أن أنا أبني أكبر مسجد وأكبر ساري علم؟ ولا الأولوية أن أنا أساعد أن الناس مصانعها تفضل شغالة؟ لما حضرتك بتأخذ قرار بقطع إمداد الغاز عن مصانع الأسمدة، أنت بتصدر باثنين وربع مليار دولار أسمدة في السنة. لما بتيجي تقطع الغاز على مصانع الأسمدة خلاص انت بتوقفها. طب هيكون ايه النتيجه؟ انه اولى النتيجه ان المصانع دي هتقفل. طيب يعني حضرتك شايف، حضرتك شايف دلوقتي يا دكتور مراد انه ليست هناك استراتيجيه الاولويات في التعامل مع الدوله من قبل القائمين عليها، هناك تاخر للاولويات والاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن والاهتمام بامور اخرى يعني ليست لها علاقة مباشرة بحياة المواطن. يمكن حياتك ذكرت محمد علي نصر، في رجل أعمال، في طفلين سقطوا في الأسانسير. وعشان كده بقول لحضرتك نقطة مهمة جدا لازم نناقشها، إذا كانت هذه الأزمة ستؤثر اقتصاديا واستثماريا، هل ستؤثر أيضا اجتماعيا؟ طبعا أكبر تأثير هو فقدان الولاء للوطن. أي. الوطن ليس مجرد شعارات، المكان اللي أنا أشعر فيه بالأمان واللي أنا أشعر فيه بالسكينة والأمن هو المكان اللي أنا ببقى أكثر ولاء له. والمكان اللي أنا أشعر فيه بالظلم والعياذ بالله، أو المكان اللي أنا أستشعر فيه بالإهانة، هبدأ طبيعيا أنا أكرهه أو على الأقل ما أحبوش، ما بقاش عندي استعداد أن أنا أعطيه. في عندنا أثر تاني، أنت ماشي في دائرة جهنمية. لما انت بتزود عدد، لما انت بتزود البطالة ايه اللي هتكون النتيجة؟ مش هتزيد الجريمة طبعا، مش هتزيد المشاكل. النهاردة لما بتزود الأزمات الصحية، الناس الكبار السن اللي عندهم مشكلة في التنفس، وتيجي انت حضرتك تقطع عنهم الكهرباء ساعتين وثلاث ساعات في درجة حرارة 42، تفتكر أولادهم هيتعاملوا معاهم ازاي؟ وهم هيتعاملوا مع الوضع ازاي؟ وعندما يتأثر هؤلاء هيأثروا على المجتمع اللي حواليهم إزاي؟ أنت بتتكلم في سلسلة من الأزمات وليست أزمة واحدة. في الآخر أنت بتبعت رسالة بتقول لهم هذا الوطن ليس ملائما لك كي تحيا فيه. أقول لك حاجة تانية، فضل. إحنا عندنا ما يقرب من 10 مليون مصري بيعيشوا خارج مصر. صحيح. معظمهم بيرجع في الأجازة علشان يزور، لما يرجع يلاقي الكهرباء قطع، تفتكر ده هيفكر ان هو يرجع مصر دائما؟ ده لو انا عايش في كندا، ولا عايش في السعوديه، ولا عايش في الامارات وعندي كل الخدمات موجوده، هفكر جديا في الهجره الدائمه من الوطن. لي انا لما برجع الاقي الكهرباء بتقطع عندي ساعتين، ومش عارف اطلع اسانسير، ومش عارف انزل واروح البنك الاقي المكنه عطلانه، واروح المطعم يقطع عليا الكهرباء، تفتكر انا هعرف اعيش في هذا الوطن؟ اقول لا، انا هرجع تاني، انا هخلي فلوسي موجوده في الامارات، انا هخلي حياتي تنتقل الى كندا، وهجيب ولادي ومش هعيش تاني في هذا البلد. طيب دكتور مراد، في البعض بيقول ان هذا النظام وجهه نظره الاساسيه قالها بوضوح، يعني انه الناس تجوع في مقابل ان البلد تتقدم. معادله جوع الناس بالتاكيد اصعب كثيرا من معادله قطع الكهرباء عنهم.
إذا كان المصريين هيصبروا على قطع الكهرباء، تفتكر هيقدروا يصبروا على الجوع؟ هو المقولة دي مدحوضة ومرفوضة. ليه؟ يعني إيه البلد تتقدم؟ إحنا حضرتك لما بنيجي نقيس تقدم البلدان بنقيسها بارتفاع مستوى المعيشة وإنعكاسها على حياة المواطن. مفيش بلد متقدمة والمواطن فيها يعاني. بلد متقدمة يعني فيها ضمان اجتماعي، بلد متقدمة يعني فيها تعليم جيد، بلد متقدمة يعني فيها تأمين صحي وعلاج مجاني، بلد متقدمة معناها إن في شبكة من الرعاية الاجتماعية للناس اللي ما بتلاقيش عمل أو لكبار السن أو لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. هو ده. إنما يعني إيه بلد متقدمة؟ بلد متقدمة معناها إن أنا يبقى عندي عمارات كبيرة وعندي أبراج وعندي جوامع وعندي قصور رئاسية. طب بذكر بلد متقدمة دكتور مراد، بذكر مواصفات البلد المتقدمة، ألا يكون من المفترض في البلاد المتقدمة أن تكون هناك خطة لمواجهة مثل هذه الأزمات؟ هل هناك خطة لمواجهة هذه الأزمة أم أننا دولة بلا خطط لمواجهة الأزمات؟ حضرتك إحنا عندنا، كنت لسه كاتب على منصة إكس بقول كأن الصيف أتى فجأة. أيوة، كأن الصيف أتى فجأة. يعني كأن إحنا مش عارفين إن في شهر مايو وفي شهر يونيو درجة الحرارة بترتفع. عارف حضرتك الدول المحترمة بتعمل إيه؟ مش طبعا مصر تستحق، مصر دولة محترمة، المشكلة ممكن تكون في أسلوب إدارة محتاج تعديل. الدول المحترمة بتعمل إيه؟ بتيجي تعمل عقود آجلة بالخمسة وعشرين سنة. طبعا يعني حتى الهند عاملة عقود بخمسة وعشرين سنة مع قطر لاستيراد الغاز. انت لما بتعمل عقود آجلة أولا بتأخذ أسعار تفضيلية. يعني أنا النهاردة بيجي أتفق معاك، أنا عامل معاك عقد هاخد منك غاز لمدة خمسة وعشرين سنة، فبربط معاك سعر قليل في مقابل عقد المدة الطويلة. إنما لما أنا بشتري آنيا فأنا النهاردة بشتري بأسعار مبالغ فيها، فأولا دي خسارة مادية على البلد، دي حاجة. الحاجة الثانية، حضرتك عارف ان انت داخل على صيف. طبعا احنا أزمة الغاز بالمناسبة أزمة، انت اتكلمت في المقدمة بتاعتك عن حقل ظهر. حقل ظهر اللي حصل فيه ده جريمة. ليه؟ حقل ظهر المفترض الطاقة بتاعته او المخزون الاحتياطي بتاعه 30 تريليون قدم، المفترض ان انت بتنتج منه 3.2 من 10 مليار قدم في اليوم، بس المفترض يكون في استراحات ما تنتجش بالحد الاقصى حسب كلام المتخصصين في المجال، والمفترض ما يكونش فيه استخدام جائر، وفي نفس الوقت تعمله على فترات باسلوب معين ويكون هناك فترات صيانه. طبعا للاسف الشديد سنه 2021 لاسباب سياسيه والاسباب اقتصاديه تم استخدام حقل ظهر بشكل جائر ولحد أقصى، فكانت النتيجة إن إنتاج حقل ظهر انخفض من 3.2 من 10 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 2.2 من 10، يعني فقدنا الثلث، فقدنا التلت من حقل ظهر بسبب إن في قرار سياسي بأن إحنا علشان نأخذ شرعية من ألمانيا والدول اللي كانت عانت من أزمة روسيا فرحنا مصدر لهم الغاز بتاعنا. طب انت زي ما انت بتقول انا ما عنديش فكره روسيا ان انا محتاج الغاز ده. بفكر روسيا مش يمكن النظام عمل لنا مفاجاه وهيطلع في هذه الازمه الكهربائيه الكبيره بالمفاعل النووي في الضبعه ونخلص كلنا يعني. يعني اكيد في مفاجاه ما يمكن في مفاجاه ما يعني يمكن في مفاجاه ما بص انا حاجه كده حاجه كده انا عارف ان انت يعني انتوا الغالب عليكم عايزين تخففوا من حده الازمه، لكن انا يمكن وفاه محمد علي النهارده نصر في عزف الساكسفون مأثر عليا نفسيا جدا. أيوه. يعني بتخيل يا عيني اسرته، بتخيل اهله، بتخيل اصدقائه، بتخيل زملائه في الفرقه اللي شغال فيها. صحيح. بتخيل محبيه وهم فجاه هذا الرجل مات ومحدش فكر، لا محافظ اسكندرية فكر يروح يعزيه، ولا الدولة فكرت تطلع اعتذار، ولا حد فكر. يا دكتور مراد احنا عندنا جنود ماتوا على الحدود محدش راح جنازتهم.
فللاسف النهارده انا والله بضم صوت لصوتك في موضوع وفاه محمد علي نصر عازف الساكسفون الله يرحمه يا رب ويتقبله. الراجل كمان مات وهو والاخر لحظه كان بيؤدي دوره كمواطن مصري شهم وجدع عندما انقذ ثلاثه وكمان حاول ان هو يطلع ويطلع الام الاول، يعني ربنا يرحمه يا رب ويتقبله. ولكن هل ستظل الاسانسيرات وكل شيء يعمل بالكهرباء بيت رعب في ظل وجود هذا النظام الذي لا يرى خطه ولا استراتيجيه في التعامل مع الازمه؟ احنا عندنا مشكله في الكفاءات بشكل كبير جدا. عارف صحيح مصر كل شويه يجيبوا تصريح بدءا من رئيس الدوله لوزير النقل لوزير الصحه لوزير الماليه، كل واحد بيقول ارقام مختلفه عن الثاني وكل واحد في مجاله بيقول ارقام غير صحيحه. لما يكون وزير الماليه طالع بيقول ارقام خطا في الموازنه، ايوه ده يعني عارف حضرتك ده كانت موضه في الوزراء كلهم يا دكتور، مش وزير واحد ده وزير الصحه وزير الكهرباء وزير الماليه زي ما حضرتك بتقول، كله أيوة. كله بيقول معلومات خطا صحيح. معنى دي ان الناس دي ما عندهاش اي، في عند هنا مشكلتين. اولا في اهمال شديد جدا 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 ونقص كفاءه خطير. يعني احنا عندنا في الشركات الاجنبيه لما كنا شغالين مجرد ان انا لو عندي مدير مالي اداني رقم غلط بحط عليه علامه اكس، انت راجل مش فاهم شغلك ما تكملش شغل معايا. أيوة. ازاي وزير ماليه قاعد بقى له كام سنه ومش عارف الارقام بتاعته؟ ازاي وزير صحه مش عارف وعنده كام سرير؟ صح. وازاي وزير نقل مش عارف الارقام اللي موجوده عنده؟ فده مثال. والحاجه الثانيه هي الاستخفاف بالجمهور. أيوة. ان انا طالع مع عمرو اديب ولا طالع مع نشاه الديهي ولا طالع مع لميس وبضرب اي ارقام. صحيح. ومتاكد لحد عملها علم صلحي وزير التموين عملها مع احمد موسى وضرب ارقام غريبه جدا وطلعت الناس كذبت كل هذه الارقام. فانت بتتحدث عن نقص كفاءه ونقص احترام للجمهور وللشعب وللراي العام. فبالتاكيد احنا عندنا محتاجين، طبعا انا متشائم بس خليني لغايه اخر لحظه اتمنى ان شكل الحكومه الجديد يختلف. طبعا انا شايف ان الاحتماليه دي تقترب من الصفر، بس خلينا ننتظر يمكن يفاجئونا ويجيبوا كفاءات. وان كان ازاي هيجيبوا كفاءات تحت دكتور مصطفى بدولي اللي هو نفسه بيضرب ارقام واللي هو نفسه مش عارف هو بيتكلم عن ايه. دكتور مراد علي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه ونشوفك تاني قريب. شكرا يا دكتور.